طبعا النهارده سمعنا عن دعوة مصر للانضمام لبريكس. طبعا للناس اللي ما تعرفش يعني ايه بريكس دي، وهنتكلم هنا طبعا هنبسط الامور للناس العادية، احنا مش هنتكلم مش متخصصين في فكرة الاقتصاد او السياسة، ولكن هنتكلم عن الشارع اللي بيسأل يعني انا دلوقتي هستفاد ايه مثلا كشعب مصري او كمصر لو انضمت للبريكس، وهل دي هتفيدني فعلا وهتأثر عليا ولا لا. طبعا في البدايه كده لازم نعرف ان البريكس ديت هو تكتل من 5 دول عظمى. يعني انت تخيل لما تبقى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا متجمعين في تكتل واحد، وفي تجاره بينهم طبعا يعني كبيره جدا، تصل لحجم التجاره بينهم اكتر من 40 مليار دولار، وحوالي اكتر من 17% من يعني التجاره العالميه في مجموعه بريكس. فطبعا يعني طبيعي انت ما يعني تجاور السعيد تسعد. يعني انت دلوقتي اما تخش في مجموعه ناس تقيله، يعني انت روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، دول تقيله تجاريا وصناعيا وزراعيا وكل حاجه. يعني الدول دي مش فقيره مثلا نقول لك هتتضم لها فهياخدوا منك، لا الدول ديت هتتضم ليها فاكيد الخير، زي الناس اللي بتسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي. يعني شفنا احنا دول بتسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي، فاكيد اما تتضم لتكتل زي ده هيبقى فيه استفادة كبيرة. وطبعا اول حاجة مجموعة بريكس بتحاول اللي هي اصلا في المقام الاول اتعملت او اتكونت عشانها هي محاربة او كسر هيمنة الدولار على مستوى العالم في التجارة، سواء بين الدول او بين القارات عموما في التجارة. فطبعا يعني دي المقام الاول اللي هو هيمنة او كسر هيمنة الدولار. فانت لما تيجي تخش في المجموعة دي هيبقى في تجارة بينك وبين الدول ديت بالعملات المحلية بتاع الدول. يعني انت تستورد من روسيا تدفع لهم بالجنيه المصري، هم يستوردوا منك حاجة او سياح جاية هتيجي بالروبل الروسي، هتبقى كده الين اللي مش عارف الين او اللي يعني حسب كل دولة هيبقى فيه عملة داخلية بين المجموعة وبين أعضائها. فطبعا ده هيرجع بالخير على مصر إن شاء الله. وطبعا لأن الناس كلها عارفة الفترة الأخيرة بانت قصة اللي أنت بتستورد، والدول اللي هي مستوردة هتبقى أكتر دول هتستفاد من الانضمام لمجموعة بريكس. فطبعا أنا أتمنى بقى الموضوع ده يجيب لنا زي ما احنا متوقعين كده الخير قريب، والانضمام طبعا هيبقى من بداية يناير القادم 2024، وهيبقى عضوية دايما ان شاء الله. هتبقى مصر والامارات وايران واثيوبيا، دي الدول اللي هي تم دعوتها للانضمام لتكتل او تحالف او مجموعة بريكس طبعا العالمية. ودي شكلها هتبقى يعني هيبقى في جبهتين بقى، مجموعة دول البريكس ومجموعة المجموعة الصناعية أو المجموعة الـ20 زي ما بيسموها، اللي هي بتضم باقي الدول. وكده هنعرف إن العالم هيتقسم جبهتين، جبهة تتعامل بالعملات المحلية وجبهة بتتعامل بالدولار أو المجموعة الغربية بقيادة أمريكا وأوروبا. فطبعا إحنا بالنسبة لنا انضمامنا لأمريكا مش هيفيدنا في أي حاجة زي ما إحنا شايفين كده، بالعكس ده كل حاجة بتغلى، والبنك الدولي خلى بالعربي كده بعنا الحديدة اللي معانا. فهنشوف بقى ننضم للحلف التاني، هنشوف هل قال لك يا عور ضربوك على عينك كده كده ما بشوفش بيها. فهي الموضوع انت هنجرب نشوف الدنيا فيها ايه، والله في خير اهلا وسهلا، ما فيش خير مش هنضر او مش هيجرالنا اكتر ما احنا متنيلين بنيله. ونتمنى التوفيق لمصر والفترة الجاية ان شاء الله، وشكرا لكم. Thank you.